انا برايي يعني الطريقه كما ذكرت ان الافضل وحسب تاريخ اليمن انه تكون العمليه من الداخل، يعني من داخل الشمال. اقوى تنظيم في اليمن الشمالي ولا يزال مع مطاردات الحوثيين لعديد من قياداته وحجرهم وكذا، هو المؤتمر الشعبي، حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. أنا برأيي أن عملية تقوية هؤلاء ستأتي بنتيجة أكبر مما لو تم، يعني أو أكبر مما لو تم دعم الجنوبيين أو ما يسمى المجلس الشرعي أو السلطة الشرعية أو كذا. عملية الاختراق من داخل الشمال وتجنيد الشارع من داخل الشمال، يعني حتى لو كانت باستخدام، نعلم أن السياسة لها أبواب عديدة، حتى لو كانت باستخدام شعارات ضد أمريكا أو ضد إسرائيل أو كذا أو كذا، لكن قبيلة حاشد هي إحدى أكبر القبائل اليمنية والموجودة في الشمال، وتنقسم قبيلة حاشد بين المؤتمر الشعبي العام وبين الإصلاحيين الذين يعني هم تيار ديني متطرف، لكن هم شاركوا في حكم اليمن أيام علي عبد الله صالح من المؤتمر الشعبي وكان عندهم تحالف وقبل أن ينفض. أنا برأيي أن عملية دعم المؤتمر الشعبي العام وقياداته وطبعا وجود نجل الرئيس صالح في الإمارات ممكن أن يكون أفضل وسيلة لمحاربة الحوثي. العقلية النمطية، يعني طبيعة اليمني كما ذكرنا سابقا هو لا لأمريكا ولا لليهود، وأي واحد يتحدث الإنجليزية هو يهودي، وأي واحد نعم يعني هو مثلهم. ولذلك المؤتمر الشعبي العام هو يعني يجب ان تكون هناك العمليه ليست فقط تسليحيه، عمليه تنسيق بين المؤتمر الشعبي والجنوب والسلطه الشرعيه او المجلس، وثم العمل معا من الشمال ومن الجنوب. من الجنوب فقط استبعد ذلك جدا بحسب معرفتي بطبيعه اليمن وطبيعه ناسها وثقافتهم واتجاهاتهم يعني طيب الفكريه.